تم منح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا للجهود المشهودة التي قام بها جلالة الملك المفدى أيده الله لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين ودور جلالته البارز في دفع مسيرة التعاون الثنائي مع البلد الصديق إلى آفاق أرحب وأشمل، مما عزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. بهذه المناسبة قال فخامة الرئيس الأمريكي أنه يسعده تقديم هذا الوسام إلى صاحب الجلالة الذي أسهم عبر عقود من الزمن في ترسيخ موقع مملكة البحرين كحليف استراتيجي ثابت وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أضاف أنه كان لدعم مملكة البحرين الأسطول الخامس البحرية الأمريكية الذي تستضيفه البحرين الدور المساند في تمكينه من أداء مهامه المتعددة. وامتدح فخامة الرئيس الأمريكي ترامب شجاعة جلالة الملك المفدى ورؤية جلالته القيادية الحكيمة بدعمه لرؤية السلام وقراره إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة إسرائيل، ووصف فخامته هذا القرار بأنه بدء لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والأمني بين أهم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وجعل السلام في المنطقة عملية ممكنة، وبذلك أعاد هذا القرار تشكيل مشهد الشرق الأوسط بشكل إيجابي للأجيال القادمة. أكد السيد دونالد ترامب أن الشراكة بين البلدين الصديقين ستزداد رسوخا وعمقا في الشرق الأوسط، معربا عن امتنانه للرؤية والقيادة المتميزة لجلالة الملك المفدى. ويشكل تقلد جلالة الملك المفدى هذا الوسام الرفيع الذي يمنح للقادة البارزين والمميزين من الدول الحليفة كالولايات المتحدة الأمريكية دلالة على المكانة العالية التي يحظى بها جلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والتقدير الكبير لمقام جلالته السامي لما قام به من أدوار بارزة وإسهامات كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار وفق رؤية حكيمة لنشر السلام في المنطقة.